بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، بس بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في كمان النهارده شبوره مائيه صباحيه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده معانا دلوقتي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن يعني الطقس مائل للبروده، في توقعات لامطار خفيفه، طمنين اخبار الجو النهارده. هو طبعا اليوم هيكون فيه استمرار لانخفاض قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية فترات النهار وفترات الليل، مع عودة نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهورية، وأيضا تعمق المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا مرة أخرى بشكل كبير. في المنخفض الجو ده في طبقات الجو العليا بيتعمق على معظم محافظات الجمهورية، فمرة أخرى كميات الأمطار هترجع تزيد على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. فاليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح، مع تقدم ساعات النهار ودخولنا في فترة المساء الأمطار هتزيد على محافظة الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد. الأماكن دي كلها معرضة لسقوط أمطار ما بين المتوسط والغزير والرعد أحيانا، وممكن تتقدم أمطار خفيفة لبعض الأماكن الداخلية اللي هي جنوب الوجه البحري. بالإضافة كمان إن هيكون اليوم في نشاط لرياح سرعته هتتراوح ما بين 30 إلى 45 كيلومتر على الساعة في أغلب محافظات الجمهورية. اليوم الكتل الهوائية صحراوية، فبالتالي نشاط الرياح ده هيكون مثير للرمال والأتربة على الأماكن المكثوفة الموجودة في القاهرة الكبرى، سواحلنا الشمالية الشرقية، شمال الصعيد، مدن القناة، محافظات الوجه البحري. الأتربة والرمال المثارة ممكن تؤدي لانخفاضات في الرؤية الأفقية على الطرق، وخاصة الطرق الصحراوية أو الأماكن المكشوفة. طبعا بنقول نشاط رياح، ففي استمرار الإحساس بالبرودة مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة في أجواء فترة النهار، أجواء شتوية مائلة للبرودة في معظم المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، بدافية أو مائلة للدفء على المناطق الجنوبية. ده فترات النهار. فترات الليل هيكون فيها مزيد من الإحساس بالطقس شديد البرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، مع استمرار نشاط رياح يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أقل. يعني نشاط رياح دايما لو موجود فترة النهار أو فترة الليل يخلينا نحس بقيم درجات حرارة منخفضة عن القيم كمان اللي احنا بنقولها. يعني لو احنا فترة النهار عظمى على القاهرة 19 درجة مئوية، أنا حسها لو تكون 16 أو 17 درجة مئوية. أيضا فترات الليل، أيوة، لو الصغرى فترة الليل ما بين العشرة والاثناشر درجة مئوية، أنا هحسها أقل من العشر درجات بالظبط. فبالتالي أجواء فترة الليل هي أجواء شديدة البرودة بشكل كبير في معظم المحافظات، توصل لحد الصقيع في بعض المحافظات الموجودة في شمال الصعيد، محافظة الوادي الجديد، وسط سيناء، لأن الأماكن دي فيها درجات حرارة منخفضة بتكون أقل من 5 درجات. فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من انخفاض قيم درجات الحرارة. الأجواء اللي فيها بعض التقلبات الجوية ما بين الأمطار ونشاط الرياح وانخفاض قيم درجات الحرارة مكمل معانا كمان بكرة الحد إن شاء الله. استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية تمتد للمناطق الداخلية بكميات أقل خفيفة المتوسطة، وخاصة كمان بكرة الحد المناطق من القاهرة الكبرى، ده فرص الأمطار بكرة هتكون على القاهرة الكبرى. استمرار نشاط الرياح بس مش هيكون مثير للرمال والأتربة لأنها زي النهاردة. مش هيكون زي النهارده. طب اسمحي لي أسألك يا دكتورة منار، معلش، يعني دلوقتي كان متوقع إنه الموجة الباردة دي بسبب تأثرنا بمنخفض جوي جاي لنا من أوروبا إن هي هتنتهي على منتصف الأسبوع اللي هو ممكن على يوم الاثنين، على بعد بكرة كده، هل ولا لسه يعني الجو هيكمل البرودة دي مكملة معانا شوية؟ هي البرودة أو انخفاض قيم درجات الحرارة هيكون مكمل معانا خاصة فترات الليل لحد نهاية الأسبوع، لكن الأحوال الجوية هتستقر بشكل كبير من يوم الاثنين بالفعل. يعني كميات الأمطار كميات الأمطار هتبدأ تقل بشكل كبير في معظم المناطق، أمطار ما بين خفيفة متوسطة فقط على المناطق الساحلية. هيحصل اعتدال في سرعات الرياح، يمكن الرياح هي العامل المهم اللي بيخلينا نحس ان في تقلبات او في بروده. لا، ما احنا في الشتاء، احنا في يناير وفي طوبه بالتقويم القبطي، فاحنا عارفين ان دلوقتي يعني اسقع
شهر في السنه بالنسبه لنا، فاحنا عارفين انه يعني بروده الجو، بس بنتكلم على الاستقرار، استقرار الاحوال الجويه وسطوع الشمس. بالظبط، هيبقى بشكل كبير تدريجي مع يوم الاثنين، بشكل اكبر مع يوم الثلاث، وحتى نهايه الاسبوع ان شاء الله يمكن كمان مع نهايه الاسبوع تكون قيم درجات الحراره اعلى من اللي احنا هنسجلها مع بدايه الاسبوع. يعني احنا مع نهايه الاسبوع توصل العظمى 20 درجه مئويه، احنا خلال هذه الايام بنسجل 18 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فهيكون في تحسن كمان في قيم درجات الحراره. الناس اللي حابه الدفء او الاجواء المشمسه فتره النهار، ننوه ان كمان نشاط رياح النهارده وبكره هيؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 2.5 الى 3.5 متر، البحر المتوسط غير مؤهل تماما لاي اعمال انشطه بحريه، عشان ناكد ممكن ده يؤدي لاغلاق كمان بعض المواني، فلازم ناخد بالنا من اعمال الانشطه البحريه او نتجنب نزول البحر المتوسط اثناء فتره الاضطراب. ناخد بالنا كمان من نوعيه الملابس بشكل كبير، فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر على مدار شهر يناير. احنا بقى بنأكد ان احنا خلاص شهر يناير زي ما حضرتك قلتي معروف ان هو ذروه فصل الشتاء بالفعل. دايما فترات الليل هنلاقي فيها بروده شديده، هنلاقي فيها انخفاض في قيم درجات الحراره، فيفضل الملابس الشتويه الثقيله فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. النهارده مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لو احنا خارجين لازم نبتدي الكمامات عشان الاتربه ورمال الاطار اللي هتبقى موجوده في الجو. وطبعا مهم ان احنا نتابع النشرات الجويه، احنا دايما بنقول متابعه النشره الجويه هتخليني اتجنب اي مخاطر ممكن تبقى موجوده خارج البيت. اكيد. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11، وفي العاصمة الإدارية 19-10، الأسكندرية 19-11، والعلمين الجديدة 19-10، مطروح 18-11، ودمياط 20-12، بورسعيد 21-13، والإسماعيلية 20-11، أما في السويس 20-11، والعريش 21-9، كاترين 15-2، وطابة 20-11، حلايب 23-18، وشلاتين 25-19، شرم الشيخ 24-15، والغردقة جوها جميل 24-14، الفيوم 20-8، وبني سويف 21-7، الوادي الجديد زي ما دكتورة منار قالت لنا برد شوية، العظمى 22 والصغرى 5، أسيوط 21-5، وسوهاج 21-8، أما إنا 22-9، والأقصر 23-9، وأسوان 23-10. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لشاذلي ومنا ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي هلا، بنتابع احنا النشرة باستمرار احنا أكيد كمان. أكيد، وناخد النصايح بتاعت هيئة الأرصاد الجوية.